نتحدث عن فرص النادي الاهلي، وعشان ما يحصلش لبس عند المشاهدين هنستعرض يعني اللائحه اللي بتحسم هذا الامر. وطبعا اول بند في اللائحه هو بند المواجهات المباشره، عشان كده لما قلنا ان انت تفوز 1-0 ممكن تصعد. ليه ممكن تصعد؟ عشان البند الثاني الا وهو فارق الاهداف في مباريات الفريقين، انت وقتها هيكون فارق 4 اهداف 5 اهداف لصالحك، لان حاليا انت متساوي مع نادي الهلال، الفارق 3 اهداف فقط لا غير، انت مسجل 11 مستقبل 8 ونادي الهلال مسجل 6 مستقبل 3، وبالتالي فارق الاهداف 3، لما تسجل في مرماه وهو يستقبل هيصل فارق، فانتهت الامور مش هتروح لبند الاول وهو المواجهات المباشره، هتروح للبند الثاني على طول اللي هو فارق الاهداف. لكن خلينا نوضح البند الاول في حاله بقى ان نادي الهلال سجل هدف، وده اللي قاله فارس، انت هنا مطالب ان انت تسجل 3 اهداف عشان يبقى بند المواجهات المباشره هو اللي حسم القصه لصالحك، ودي نقطه خطيره جدا ان انت بتلعب على انك تفوز وفي بالك ان في مواجهه اولى انتهت لصالح الهلال السوداني 1-0 مصعبة الأمور. من الأصعب النتائج أن أنت تلعب ونتيجة الذهاب تكون 1-0، لأنك في حالة استقبالك هدف مطالب أنك تسجل 3 أهداف في مباراة صعود، لا موضوع صعب جدا. ربما إن شاء الله بإذن الله يكون زي ما كان في خطأ لمحمد الشناوي في مباراة الهلال، يكون تصديه لركلة الجزاء أمام الهلال لها عامل السحر ولها نقطة مضيئة تقودنا إلى الصعود إلى الدور التالي، وده يحصل إن شاء الله. لكن ده اللائحة اللي بتحسم الأمور. إذا أنت معروف مواجهات مباشرة فارق أهداف، كسبت 1-0 أنت صعدت، لكن لو الهلال سجل لازم تفوز بفارق أكبر من 2، ودول النقطتين اللي احنا هنروح ليهم، لأن مش هتروح بعد كده للتسجيل خارج ملعبك، كل الأمور دي في صالحك، التسجيل خارج ملعبك، تسجيلك الأهداف في المجموعة كله لصالحك، وإن شاء الله بإذن الله تكون نتيجة المباراة لصالحك بفوز يؤهلك للصعود إن شاء الله للمباراة التالية أو للدور التالي يا فارس. وأعتقد في الأدوار الإقصائية بيكون بقى لكل حديث حديث. هي الحسابات أساسها أسامة اللي كنا اتكلمنا فيه كمان قبل الفاصل، وهي فكرة عدم احتياجك لاستقبال أي هدف. نتيجة 1-0 تكفي لصعودك، فأنت فكرة المباراة الرئيسية بالنسبة لك هو عدم استقبال الأهداف عشان ما تصعبش الأمور وتدخل في حسابات. لو تفتكروا مباراة الملعب المالي اللي كان أبو تريكة وقتها على الدكة بالظبط، وانت لما استقبلت هدف لقيت نفسك خارج البطولة، نزل محمد أبو تريكة والمباراة الشهيرة اللي انتهت 3-1 وصعدت بيها. هنا ده معناه ان حتى مع أقوى أجيالك ومع مدرب زي مانويل جوزيه وفريق كان في عز قوته، انت في الوقت ده كان عندك كل اللاعبين المؤهلين، يمكن ابو تريكه وبركات كابتن وليد سليمان وغيرهم بقى من القايمه اللي كانت تتسع لاسماء كبيره جدا وخبرات وفريق على التراك وفريق مسيطر وفريق لديه الشخصيه وفريق لديه كل حاجه، استقبلت هدف من الملعب المالي لقيت نفسك بالتالي هتبقى بره البطوله، بقيت محتاج 3 اهداف وكان المباراه اشبه بمعجزه حققت ده. بس مش كل مرة ممكن تحقق ده، عشان كده حسابات المباراة محتاجة كثير جدا من التركيز وكثير جدا من الاتزان النفسي. المباراة دي يعديك فيها الاتزان النفسي، عشان كده بقول انت عندك مجموعة من التصريحات اللي ربما تخلي المنافس متاخد في حتة تانية اللي هي ايه؟ قبل التصريحات يا فارس، بما انك اتكلمت عن جيل تريكة في نقطة مهمة جدا، ده انت كمان تفكرهم بمباراة الاهلي والهلال مع جيل تريكة نفسه في دور المجموعات 2007. اللي فزنا 2-0 كان الهدفين لفلافيو وكابتن فلافيو وكابتن اسامه حسني في اخر 5 دقايق من المباراه، ودي رساله لجمهور النادي الاهلي اللي هيحضر المباراه، انت طول عمرك كجماهير النادي الاهلي لا تفقد الامل لا ترمي الفوطه، فتخيل في مباراه زي دي المفترض تكون داعم للفريق 90 دقيقه حتى صافره النهايه، كل شيء ممكن يتغير، لو تاخر الفوز ممكن يجي في اخر دقيقه، ودي مباراه شهيره جدا فزنا فيها 2-0 في اخر 5 دقايق، وكانت مباراه يعني متقفله من فريق الهلال بشكل صعب جدا، وكان طبعا ال20 اعتقد كان هو برضو لسه حارس المرمى او حارس مرمى الهلال السوداني وقتها تالق بشكل كبير جدا حقيقي. امام النادي كان جيل اصلا مختلف، كان في داريو كان اللي جه الاسماعيلي وجودوين، وكان جيل طبعا مميز جدا الهلال، حتى احنا خسرنا بثلاثيه هناك. ولكن الفكرة يا جماعة الأساسية إن المباراة دي محتاج تحدد أهدافك منها اللي تنعكس نفسيا على اللاعبين وتنعكس على المدير الفني والطاقم الفني في طريقة لعب المباراة وأهدافك من المباراة. وأنا عايز أقول إن النادي الأهلي لديه في مرجعيته التاريخية أمور كتير جدا تقول إن هو ما بيحبش السهل،
أو دايما الأمور اللي فيها شيء قدري أو شيء مرتبط بالمفارقات هو ده اللي بيكون باقي في الذاكرة. يعني هتفتكر دوري 96 وهتفتكر دوري 97 اللي كان الزمالك فارق بعدد كبير من النقاط فيه، ثم أنت رجعت من الخلف هتفتكره أكتر من أي دوري تاني. لو قلت لك الدوري بتاع ريني فايلر اللي كسر فيه الدنيا مقارنة بالدوري بتاع 2019 اللي كنت بتعاني فيه واللي دايما كده حتى أسامة بيقول لكم ألذ دوري، اللي هي جملة كابتن ساهر عبد الحفيظ، هتلاقي نفسك فاكره أكتر من أي دوري تاني وبتستشهد بيه أكتر من دوري تاني. 85 ولعبك بالناشئين ضد جيل في الزمالك مرعب مرعب حرفيا، كابتن فاروق جعفر وكوارشي وكل الفريق المميز ده، وبتقدم رسالة. فأنت عندك أمور في تاريخك تقول أن أنت دايما الأمور اللي بيبقى فيها مفارقات دي بتبهر نفسك فيها وبتطلع 100% من اللي عندك.